سمعنا آمين. فليأني متوسل قدامك يا رب كقولك فهمني، لتدخل طلبتي إلى حضرتك كلمتك حيني، تفيض شفتي الصبح زي ما علمتني حقوقك، ينطق لساني بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، لتكن يديك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت لخلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فأطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنساك. دوكساسيوس سيمون، فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى المشيرة التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا آمين. حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى، فخزلنا مصابيحنا وخرجنا لاستقبال العريس، 5 منهن كن جاهلات و5 حاكمات، فأخذت الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، وأما الحاكمات فأخذن زيتا في أنيتهن مع مصابيحهن، ولما أبطأ العريس نعسن كلهن ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخ هوذا العريس قد أقبل، فقمنا وخرجنا للقائه، حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن. فقالت الجاهلات الحاكمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ، فأجابت الحاكمات قائلات لعله لا يكفينا وإياكن، فاذهبن بالحري إلى الباعة وابتعن لكن. فلما ذهبن ليبتعن جاء العريس والمستعدات، دخلن معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذراء أيضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا، أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان، والمجد لله دائما أمين. الحق الحاضر لكل مكان والمال الكل صالحا.
ارحمنا. أيها الثالوث الكدوس ارحمنا. أيها الثالوث الكدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا. يا رب اغفر لنا آثامنا. يا رب اغفر لنا ذلاتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك. اشفيه من أجل اسمك الكدوس. آبائنا وأخواتنا الذين رقدوا. يا رب نيح نفوسهم. يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا. يا من هو بلا خطية يا رب. لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين. نعظمك يا أم النور الحقيقي، ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس، لاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. We pray the creed. بالحقيقة نؤمن بإله واحد
الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء كأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس المنتي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لممكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين. اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا. أمين. كريالايسون 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 قدوس 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 رب الصباوت، السماء والأرض مملوءتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي عليه. كرامتك يا offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes,
selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, do not think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith. For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function, so we, being many, are one body in Christ, and individually members of one another. فأطلب إليكم أيها الأخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم ألا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي، بل يرتئي إلى التعقل كما قسم الله كل واحد مقدارا من الإيمان. فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة، ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد، هكذا نحن كثيرين جسد واحد في المسيح، وأعضاء بعضنا لبعض، كل واحد للآخر. نعمة الله الآية فلتحل على أرواحنا يا أبي وقتي أمين. غيرت أسي Yeah.
Lord, we come before you. We thank you. We bless you. We praise you. We glorify your holy name. We come before you, worshiping, bowing our head to you. We are submitting to your words. We ask your goodness to enlighten our mind, work on our inner person, support us with might in our inner person so we may change, we may transform to the image of yours, to the image of your Son. Dwell in our hearts so we glorify your holy name. Lord, we come before you. We are asking for your wisdom. Enlighten us to understand the well that you purposed us for. Give us the wisdom to understand your words, the treasure that we should look at. It's the kingdom that you prepared for us, the treasure that's kept for us in the heavenly world. نقترب إليك أيها الآب الكدوس، نرفع قلوبنا لأنك أنت هو إلهنا. اسكب روحك الكدوس علينا لكي ما نرى. أضيء علينا بوجهك يا رب لنعرف إرادتك الصالحة. غيرنا يا رب كما غيرت الكثيرين. غيرت أغسطين، غيرت موسى الأسود ومريا القبطية. غيرت الكثيرين ليكونوا أهلا ليرثوا ملكوتك الذي أعددته من أجلنا. أضيء عيون قلوبنا لنفهم إرادتك الصالحة. روحك القدوس يشفع فينا لكي ما ندرك إرادتك الصالحة المرضية، لأننا يا رب لسنا أهلا أن نقف أمامك، ولكن بنعمتك، لأنك أعطيتنا نعمة البنوة لكي نكون أبنائك، لكي نكون أعضاء في جسمك. باركنا واحفظنا وعلمنا كيف نسير في الطريق. أضع عيون قلوبنا لنرى مجدك ونستمتع به، لأنك أنت هو إلهنا. لك كل المجد والشكر، لأنك أنت هو حياتنا، برنا، خلاصنا. Yeah.
كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض، مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولوا منه، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيى، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وفي ساعة الله، سهل حياتنا، الشدة العمل والصيام، تقدس أرواحنا، تقدس أجسادنا، قوم أفكارنا، نقضي نياتنا، اشفي أمراضنا، تنجينا من كل حزن رجل وواقع، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون معسكر محفوظين ومشرفين لنصر الاتحاد الإيمان وإلى معرفة مبدا غير محسوس وغير محسوس، فإنك مبارك يا رب. We pray the Lord's Prayer, everyone in his or her own language. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا اليوم، أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن نعفو عن المذنبين لنا، ولا تدخلنا في فتنة لكن نجينا من الشر، بالمسيح يسوع Now the love of God the Father, the grace of His only begotten Son, our Lord God and Savior Jesus Christ, the gift and the fellowship of the Holy Spirit be with you. Live in peace. Peace of God be with you. Amen. محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون معكم. تفريحوا لي